أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الاجتماع الموسع لقيادات حضرموت المطالب باستقلال المحافظة ماليا وإداريا وإدارة السلطة والثروة. أكد اجتماع موسع ضم قيادات سياسية ومجتمعية بحضرموت على نصيب المحافظة من الثروة والسلطة، وشدد الاجتماع الذي عقد في الرياض على تمكين السلطات المحلية في المحافظة من اتخاذ الآليات التي أجمع عليها أبناء حضرموت عبر مكوناتهم ومرجعياتهم. هذا وعقد الرئيس هادي لقاء بقيادات عدد من المكونات الجنوبية في الرياض، وأكد خلال اللقاء على أهمية القضية الجنوبية باعتبارها جوهر السلام والاستقرار في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أبعاد الاجتماع الموسع لقيادات حضرموت في الرياض، وما هي الإنعكاسات المترتبة على هذا الاجتماع المتزامن مع إعلان التوقيع على اتفاق الرياض. قبل أن نبدأ النقاش واستقبال ضيوف هذه الحلقة، نذهب لمتابعة التقرير التالي. حراك سياسي لا يتوقف، ومحاولة لمنع سياسة الانفراد بالقرار وتمثيل المجتمع من قبل قوة أو طرف واحد، هكذا تبدو الصورة في محافظة حضرموت بعد اجتماع موسع بين القيادات والمكونات الاجتماعية الفاعلة. قيادات المحافظة أعلنوا في اجتماع موسع عقد في الرياض تمسكهم باستقلال حضرموت ماليا وإداريا ضمن إقليم منفصل وحقهم في إدارة السلطة والثروة. الاجتماع شدد على تمكين السلطات المحلية في المحافظة على اتخاذ الآليات التي أجمع عليها أبناء حضرموت عبر مكوناتهم في مؤتمر حضرموت الجامع. مراقبون وجدوا أن توقيت هذا التحرك بحضرموت الغرض منه تفويت الفرصة على الانتقال من تمثيل المحافظة، خاصة بعد التوقيع على اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية والذي سيفضي إلى تقاسم المناصب الحكومية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه. فيما وجد آخرون أن الاجتماع يأتي بضوء أخضر من الرياض التي قررت مؤخرا استلام الملف في الجنوب بعد أزمة نتيجة تمرد المجلس الانتقالي على الحكومة في الفترة الماضية. جدل سياسي واسع حول ما يمكن أن تبدو عليه الصورة في حضرموت وعدد من المحافظات الجنوبية مستقبلا بعد تسلم الرياض الملف بشكل رسمي وعودة تشكل دورها في رسم مستقبل المشهد السياسي والعسكري جنوبا بعد إعلان انسحاب القوات الإماراتية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا من حضرموت الصحفي عبد الجبار الجريري. مرحبا بك سيد عبد الجبار. بداية، ما هي أسباب الاجتماع الموسع لقيادات ومكونات حضرمية في هذا التوقيت الذي يسبق اتفاق جدة؟ أهلا وسهلا فيك أختي كريمة وفي المشاهدين الكرام. أهلا بك. لا شك أن الأحداث الأخيرة التي حدثت في عدن والأحداث التي تحدث في اليمن بشكل عام ألقت بظلالها على المشهد في حضرموت، فما كان من المكونات الحضرمية المختلفة إلا أن توحد كلمتها وتوحد موقفها إزاء هذه التطورات، وتبين للعالم بأن الصوت الحضرمي يجب أن يكون شاهدا في اليمن وحاضرا بقوة في ظل هذه الأحداث. فلذلك اجتماع القيادات الحضرمية المختلفة في الرياض خطوة إيجابية ومهمة في سياق توحيد الكلمة الحضرمية والخروج بموقف حضرمي واحد يمثل هذه المحافظة الكبيرة بمساحتها والكبيرة بعطائها للبلاد. المجتمعون في الرياض أكدوا على أن حضرموت يجب أن تمثل نفسها بنفسها ولا يحق لأي مكون أن يدعي تمثيل لها. كذلك أكدوا على تمسكهم بإقليم حضرموت بكامل صلاحياته في ظل يمن اتحادي، وأكدوا أن هذا الأمر مفروغ منه وهو ما لا يرضي الإخوة في المجلس الانتقالي الذين يصرحون أنهم هم الوصيون على الجنوبيين أو أنهم هم الذين يمثلون الجنوب. فهذا الاجتماع يلخص أن حضرموت بعيدة كل البعد عما يدعيه المجلس الانتقالي، وعلى المجلس الانتقالي لا يمثل عموم الجنوب. قد يكون ممثل لياف أو ممثل للعج أو ممثل طالع، لكنه لا يمثل الجنوب كاملة، وهذا الاجتماع أكد على هذا الموضوع. هنا أيضا دعيني أشير إلى أن في وقت سابق وجه مؤتمر حضري من حضرموت الجامع ومرجعية الوادي مذكرتين للرئيس هادي والجانب السعودي.
بينوا في هاتين المذكرتين ملاحظاتهم حول اتفاق الرياض ورفضهم للشق السياسي منه. وبالامس ايضا جدد الحراك الثوري الجنوبي الذي يترأسه الاستاذ فؤاد راشد جدد رفضه للشق السياسي من اتفاق الرياض كونه لا يشمل على الاقل محافظه حضرموت او لا يشمل طموحات اغلب الجنوبيين. فالمجلس الانتقالي قد يمثل فئه معينه لكنه بطبيعه الحال لا يمثل الجنوب، لذلك حدث هذه الاجتماعات في الرياض التي حدثت البارحه العصر واليوم ايضا عقدت بعض الاجتماعات اليوم ضمت مجموعه من ابناء شبوه من بينهم محافظ شبوه لتدارس الموقف والتباحث في مواقف اقليم حضرموت، ما يريد هذا الاقليم، طموحات ابناء هذا الاقليم، ما يسعون اليه، من يمثلهم في هذا الاتفاق، من يمثلهم ايضا لدى الاشقاء في السعوديه وفلسطين. نعم. إذا عبد الجبار تفضل بالبقاء معي واسمح لي أن أشرك معنا في الحديث من الرياض سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية. مرحبا بك سيد سلمان. بداية، اجتماع في الرياض لقيادات محافظة حضرموت تطالب باستقلال السلطة والثروة بعد أزمة عاشتها المحافظات الجنوبية، هل تستطيع القول أن هذا الاجتماع يأتي بضوء أخضر من السعودية؟ وفي البداية أحييك وأحيي ضيوفك والسادة المشاهدين. سيدتي، ما حدث أو يحدث غدا بإذن الله من توقيع لاتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي هي خطوة جديدة وتصحيح مسار للمضي أمام الطريق الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الجميع في اليمن. اسمحي لي ان اوضح نقطه، يعني انا في الحقيقه ما اسمع به من اصوات منذ ايام حول اقليم حضرموت هو محاولات للاسف من البعض لوضع الاشواك في المسار الذي يسير فيه الرفقاء او الاحزاب والمكونات اليمنيه. نحن الان وكما نعلم امام عدو مشترك للجميع وهو الوجود الحوثي في اليمن، ليس أمام هؤلاء المكونات وأمام الشعب اليمني قاطبة إلا توحيد الصف لمواجهة هذا العدو الكهنوتي الإيراني أو الجاثوم الذي يقبع على صدر اليمن. عندما نسمع بأصوات من هنا أو هناك فهي للأسف تحاول أن تضع الأحجار أمام المشاة. نحن الآن أمام خطوة تاريخية وهي اتفاق اليمنيين. بالنسبة لحضرموت أو غيرها كما تعلمين ويعلم الجميع أن هناك أقاليم يمنية لم تستثني أحدا من الوجود ضمن هذه المكونات. نعم. هناك مرجعيات ثلاث لعل أبرزها المبادرة الخليجية كرمز للأمن ومخرجات الحوار الوطني في ضمن دولة اتحادية من ستة أقاليم على ان تحصل بحضرموت حقها كامل في نظام هذه الاكاليم. لكن نعم. اما ان نخرج الان لنطالب بشيء خارج اطار او خارج اجراءات الاتفاق الذي يحدث الان او يتم التوقيع عليه في الرياض، فانا اعتقد انه امر غير منظور اليه نهائيا ولا يمكن ان ينقل. يعني غدا سيظهر لنا من يطالب في اقليم اخر ويقول نحن تناسينا وما شابه ذلك. هذه الامور يعني اعتقد انها مجرد اصوات تحاول ان تعكر مسار الشرعيه والانتقاليه وما توصلوا اليه مؤخرا. نعم، ولكن ان ياتي هذا الاجتماع من داخل الرياض وقبل التوقيع على الاتفاق بيوم، وهؤلاء القيادات الحضرميه المتواجده في الرياض هم هناك بدعوه سعوديه، الا يعني ذلك ان كل ما خرج به هذا الاجتماع ربما يتوافق مع بنود الرؤية السعودية والاتفاق الذي من المزمع أن يوقع عليه بالغد؟ الحضارنا سيدتي يعني هم جزء من مكونات المجتمع الجنوبي والمجتمع اليمني بشكل عام، لديهم يعني بعض من الملاحظات التي يريدون أن يضعوها أمام الحكومة الشرعية التي هم مؤيدين لها بالأساس. هذا حق من حقوقهم وهذا يعني أمر يعني من شأنه أن تنظم الشرعية
لاحقا، لكن المرحلة الحالية هي مرحلة توقيع اتفاقية. كما تعلم سيدتي هناك قبل عدة أيام أو قبل أسبوعين أو أقل أو أقرب من ذلك سمعنا بأصوات تحاول أن تزرع الأشواك وأن تبعثر أوراق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ولعل هناك من حاول أن يحرك بعض من الوزراء، أنا أتكلم وزراء في الشرعية لمحاولة بادرة الوصول إلى اتفاق. أستاذ سلمان، أن أنقل هذه الجزئية لضيفي من حضرموت الصحفي عبد الجبار. السيد عبد الجبار، لعلك استمعت لكلام السيد سلمان الذي ربما وصف ما حدث اليوم في اجتماع القيادات الحضرمية في الرياض، ربما محاولة لعرقلة الاتفاق أو التوافق الذي توصل إليه الفرقاء في الرياض والاتفاق المزمع عقده غدا في الرياض. قال أنه ربما ليس الوقت المناسب للحديث عن إقليم مستقل. دعيني أوضح بعض المسائل سمعت إلى الأستاذ سليمان عسكر، لكن هذا الاتفاق أولا إذا كان سيجلب الأمن والاستقرار وسيفرض نظام وقانون على مستوى اليمن بشكل عام فإن الناس مرحبة به، لكن هذا الاتفاق تجاهل بعض المكونات الأساسية داخل اليمن، وهذه المكونات هي مكونات مهمة للغاية، لها ثقلها ولها شعبيتها الواسعة وجماهيرها الكثيرون، لا يمكن لهذا الاتفاق أن يكتب له النجاح وفي ظل تجاهله لهذه المكونات. على سبيل المثال أبناء حضرموت الآن يطالبون بأن يكون لهم أقليم مستقل بكامل صلاحياته، وهذا الذي أفضت إليه مخرجات الحوار الوطني. فإذا كان الاتفاق الذي سيوقع غدا تجاهل هذه الأمور الأساسية، فكيف سيكتب له النجاح؟ كيف يمشي هذا الاتفاق؟ ونحن ندرك أن هذه الأطراف التي أبدت اعتراضها على بعض الاتفاق أو أن بعض الأطراف أيضا في الجنوب أبدت اعتراضا كاملا على الاتفاق بشكل أساسي لن يكتب له النجاح. في ظل هذه الاعتراضات يجب على الأشقاء في الجانب السعودي وقبلهم الشرعية اليمنية الممثل الرئيس هادي أن يدركوا أن هذه الاعتراضات وهذه الملاحظات التي قدمت والتي لا زالت تقدم أيضا لهم يجب أخذها على المحمل الجدية، ويجب أن تناقش بشكل عقلاني منطقي للوصول إلى حل يرضي الجميع. لا يمكن أن تأتي الشرعية وتعقد حل مع المجلس الانتقالي وتترك التيارة التي وصلت إلى الشرعية، التيارة التي دعمت الشرعية وساعدت الشرعية في ظل معاداة المجلس الانتقالي وتوجيه السلاح للشرعية اليمنية. لا يمكن هذا، لا يعتبر هذه المعادلة خاطئة للغاية، وهذه المعادلة ستؤدي إلى انفجار الوضع مجددا في اليمن. ونحن شاهدنا اتفاقات مماثلة السابقة التي عقدت في الرياض بين او التي عقدت في وقعت في صنعاء بين الحوثيين وبين الحكومه اليمنيه كان مصيرها الى الفشل، لانها لم تبني على اسس صحيحه، اسس صادقه تنظر عين الاعتبار لمصلحه المواطن اليمني، تنظر عين الاعتبار ايضا لمصلحه كل الاطراف، الان ترضي طرفا لا وتترك الاخرين لحالهم. فمن هنا يمكن لهذا الاتفاق ان ينجح، يمكن لهذا الاتفاق لا يكتب له النجاح، لان هناك اطراف مهمه للغايه تعارض بعض بنود هذا الاتفاق، وبعض ايضا اطراف تعارض الاتفاق جمله وتفصيل. الواجب على الشرعيه ان تدرك ما يريد ابناء اليمن، الناس الان تريد الامن والاستقرار، تريد عوده الدوله، تريد عوده الشرعيه الى الداخل، ايضا تريد الناس القبض على الميليشيات المسلحه، القبض على الاعزمه الامنيه التي اضرت بالدوله واضرت مؤسسات الدولة والتي سيطرت عليها بالقوة. فيجب الأخذ بكل هذه الملاحظات وصياغة هذا الاتفاق صياغة تتناسب مع سيادة اليمن وتتناسب أيضا مع كرامة أبناء اليمن. فإن لم يحقق هذا الاتفاق هذه الأمور التي يسعى إليها جميع أبناء اليمن لن يكتب النجاح، وإن تمت مراغات الأمثال فإن تجاهل تيار واحد لا يؤثر الجنوب، وهذا إن تم مراغات أيضا هناك تيارات أخرى معارضة، ومعارضة هذه السيارة ستضر بالدولة وستضر أيضا بالشرعية نفسها إن لم يتم الأخذ بآرائها وملاحظاتها. نعم عبد الجبار، تفضل معي. سيد سلمان عسكر، لعلك استمعت لحديث عبد الجبار الذي
ذكر بأن جزئية مطالبة الحضارم بإقليم مستقل هو ليس بجديد، هذا ورد في مخرجات الحوار الوطني، وأيضا شعر الحضارم بأن عندما دعت السعودية للحوار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أنها حصرت مشهد الجنوب بالمجلس الانتقالي، وهم لا يعتبرون المجلس الانتقالي ممثل عنهم ولا متحدث عنهم، ربما شعروا بتجاهل واستبعاد لبقية المكونات الجنوبية خاصة كمحافظة كحضرموت، ربما هي تمثل المساحة الأكبر من الجنوب. سيد سلمان، ما في شك هالكلام صحيح، حضرموت يعني من أكبر المحافظات التي تقطع في الجنوب، يعني قياسا مع المهرة وشبوة وسقطرة ومارب والجوف وأبين. أنا أتفق مع ضيفك من حضرموت، وأتفق مع من يطالبون بما يشاءون في ظل الحكومة الشرعية. عندما يقول هؤلاء بأنهم ليسوا مع المجلس الانتقالي وليس المجلس الانتقالي يمثلهم، فهذه خطوة إيجابية وخطوة رائعة وجميلة جدا، ولا نريد ولا يريدون بطبيعة الحال أن يكون في الجنوب هناك ما يسمى بمجلس الانتقالي وما يسمى بحضرموت، لا نريد ولا يريدون هذا الكلام. في الأخير هم تحت مظلة الحكومة الشرعية. نعم. في الأخير هؤلاء مكون من ضمن المكونات التي هي ترحب بالحكومة الشرعية وتخضع لسلطة الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه هادي منصور. حاليا المجلس الانتقالي اعترف تماما بالحكومة الشرعية، وسيتم العمل ضمن عدة محاور لعل من أبرزها تكوين أو دمج القوة التي كانت تخضع للمجلس الانتقالي أو الجيش الذي خضع للمفصل اللي يخضع للمجلس الانتقالي ضمن الحكومة حكومة الشرعية. هذه الخطوة الإيجابية ستضمن حقن للدماء وتضمن استقرار اليمن، ولذا أنا أقول لضيفك وللسادة المشاهدين أن الحضارم يعني بكل أمانة، أنا وصلتني رسالة من الشيخ السلطان يحيى الكذيري، لعلي آتي باسمه صحيحا سيدتي، كان يتكلم يعني كلام منطقي وعاقل، وكان يقول نحن نرحب جميعا والجميع يرحبون سواء في الداخل اليمني او في الخارج اليمني بما توصلت اليه الحكومه الشرعيه والمجلس الانتقالي من اتفاق. هذا الاتفاق الذي بصراحه سيجمع سيوحد صفوف الامن وسيوحد صفوف القوات المسلحه او الجيش، وسيحقن في الاخير دماء اليمنيين. لذا انا عندما قلت في البدايه، اعود الى البدايه، وعندما قلت لأنا لسنا بحاجه الى الان ان يظهر من يحاول ان يعرقل سير العرب. هذه المرحلة هي مرحلة حساسة، المجلس الانتقالي مشكورا عاد إلى موقعه الذي يجب أن يكون فيه، وأن يكون الجميع أمامهم عدو مشترك وهو الحوثيين والتدخل الإيراني، وبالمقابل هؤلاء في الأخير من حقهم بعد تحرير اليمن من هذه العصابات الانقلابية الإرهابية أن يعملوا ما شاءوا بالاتفاق مع الرئيس الشرعي عبد ربه منصور حاضر. لكن الآن عندما نسمع بإقليم صنعاء وإقليم عدن وإقليم حضرموت، فمعنى أننا نريد من هذه الخطوة أن نقسم اليمن في مرحلة خطيرة جدا إلى مكونات ضد بعضها البعض، وسيكون الكاسب بالأخير هو الحوثي، سيكون الحوثي هو الفائز، وسيكون الجميع هم الخاسرون. ولذا أنا أرى ووجه رسالة إلى الجميع سواء أخوة الحضارم أو غيرهم بأن لغة العقل وتحكيمها في هذه المرحلة هو الأهم. لننظر غدا بإذن الله توقيع هذه الاتفاقية التي وصفها الكثير باتفاقية سلام وأخوة وأخاء، ووصفها الأغلبية بحكمة اليمنيين، رجال اليمن هم أهل الحكمة وهم من وصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي أعتبره في مرحلة حساسة وبكل أمانة خطوة تحسن لليمنيين. يا سيدتي والسادة المشاهدين يستمعون إلينا الآن، هناك جنيف واحد وجنيف اثنين ومشاورات الكويت، للأسف لم نخرج من هذه المشاورات واللقاءات إلا بتعنت الحوثيين وفشلهم أمام تطهير اليمن من هذه العصابات الانقلابية. نعم، شكرا. بينما اجتماع شكرا سيد سلمان حضر إليه العقلاء وخرجوا بهذا الاتفاق التاريخي.
نعم سيد سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من لندن المحلل السياسي محمد جميح. مرحبا بك سيد محمد. إذا اجتماع لقيادات حضرموت في الرياض، كيف تنظر لهذا الاجتماع وما هي أبعاد التوقيت توقيت هذا الاجتماع قبل التوقيع على اتفاق جدة؟ طبعا بعد التحيه لك وللمشاهدين، انا اعتقد انه يعني ياتي في سياق الحراكات الطبيعيه لليمنيين، يعني اذا جاء في اطار لقاء اجتماعي وسياسي فيما يخص ابناء المحافظه وابناء الاقليم، فلا اعتقد ان هنالك ضررا في ذلك، لكن ينبغي ان يضع الجميع في الاعتبار اننا لم ننتقل بعد الى الدوله الاتحاديه. لا يمكن الاعتراف بالاقاليم ما لم يقر الدستور الاتحادي الذي بالطبع أفشله الحوثيون عندما خطفوا مدير مكتب الرئيس السابق أو الأسبق أحمد عوض بن مبارك، وكان لديه نسخة دستور ليعرضها على الرئيس ويوقعها الرئيس ويحيلها على مجلس النواب الذي يناقشها ثم يحيلها على الشعب للاستفتاء. ما زلنا حتى هذه اللحظة نعمل بالدستور اليمني الحالي وليس الدستور الاتحادي الذي كان مشكلا او مصاغا من مخرجات الحوار الوطني. اذا لا وجود حاليا لنظام الاقاليم ولا اعتراف بنظام الاقاليم لانه لم يقر بعد، لم يستفتح الدستور بعد. ولكن انا في تصوري انه من اذا ما اخذنا الامر من قبيل التمهيد لما سيكون بعد مراحل قادمه فلا ضرر من ذلك، لكن الخطوره بالنسبة لإخواننا في إقليم حضرموت أو في محافظة حضرموت أو في شبوة أن يعتقدوا بأن الأقاليم أصبحت مقرة دستوريا وهذا خطأ. والخطورة أيضا بأن ينحوا منحى الإخوة في المجلس الانتقالي الذين ذهبوا إلى مديات بعيدة جدا أودت في مدينة عدن إلى ما هي عليه حاليا. للأسف الشديد كان بإمكان عدن أن تكون عاصمة لليمن، لكن نعم. المشاريع الصغيرة والعقول أيضا التي لا تنظر إلى الأمد البعيد هي التي جعلت عدن أشبه ما تكون بقرية الآن، بدلا من أن تكون فيها إمكانيات عاصمة وإمكانيات ميناء. كان يمكن أن تكون عاصمة عالمية وليست عاصمة يعني على مستوى اليمن، ولكن كان يمكن أن تكون مدينة ذات أثر كبير. أنا شخصيا مع أي لقاء هنا وهناك من أجل جمع اليمنيين أهل كل منطقة على حدة من أجل التنسيق مع أبناء المناطق أو الأقاليم الأخرى، آخذا بالاعتبار مرة أخرى وثالثة بأنه هذه الأقاليم ليست بعد مقرة دستوريا لأن الدستور الاتحادي لم يقر بعد. نعم، إذا سيد محمد جميح كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة إليك سيد عبد الجبار. سيد عبد الجبار، ما هي أهمية مثل هكذا اجتماع وأيضا توحد القيادات الحضرمية وتحركها خاصة في هذا التوقيع بالذات، وهل هذا ما خرج به هذا الاجتماع يمثل مطالب أبناء حضرموت؟ لا شك نعم أن مخرجات هذه الاجتماعات التي عقدت أمس واليوم في الرياض تمثل مطالب أبناء حضرموت في حقيتهم في تمثيل أنفسهم وحقيتهم في امتلاك السلطة والثروة. ودعي هنا فقط أعلق على بعض النقاط التي تفضل بها ضيوفك. موضوع الأقاليم، لماذا نحن في حضرموت نطالب بتطبيق الأقاليم؟ لا شك أن مخرجات الحوار الوطني نصت على موضوع الأقاليم، والآن نطالب نحن بتطبيق مشروع الاقاليم حتى تكون هذه الاقاليم او هذا التطبيق خطوه استراتيجيه شرعيه لتغريب المواطنين الواقعي تحت الاحتلال الحوثي، تكون خطوه لهم لتغريبه بحكم شرعيه. لماذا يفرض علينا نحن في المناطق المحرره ان نعيش نفس العيشه التي يعيشها ابناء المحافظات الواقعه تحت السلطه الحوثي؟ لماذا يفرض هذا؟ نحن الان لا نعيش لا وقته ولا وحدة بالشكل المفهوم السابق ولا أي شيء من هذه التصفيات. نحن نعيش في عبث إداري، في عبث للموارد للأموال أيضا لحتى السلطات. ولذلك نحن حضرموت نطالب بتطبيق الأقاليم، فربط موضوع أقاليم تحرير البلاد هو ربط خاطئ. لماذا يربط هذا تطبيق الأقاليم بتحرير البلاد؟ متى ستتحرر البلاد؟ 5 سنوات ونحن نعيش في حرب، غدا ستتحرر البلاد وبعد غد متى ستتحرر البلاد؟ إذا لماذا
يربط هذا النظام بتحرير البلاد من الحوثي. اما بالنسبه لاشماعات الحضاره فهي اشماعات ذو اهميه وذو قيمه عاليه للغايه، تبين للجميع ان المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوبيين، وانه وان ادعى تمثيليته للجنوبيين الا ان ادعاءاته غير صحيحه على الاطلاق. ابناء حضرموت لهم من يمثلهم، ايضا ابناء المهره لهم من يمثلهم، ونحن ايضا شاهدنا قبل ايام تاسيس مجلس المجلس الوطني الجنوبي للامثال في محافظه المهره ويضم شخصيات من محافظه المهره وسقطره وابين، وذكر هذا المجلس تأييد الشرعيه اليمنيه ونوه الى انه لا يعترف بالمجلس الانتقالي على الافراد. لذلك نعم وصلت الفكره ما يقوم به الان او ان الشرعيه في اتفاق مع المجلس الانتقالي تنقص ايضا حقيقه الاخرين، وهذا ما لا ينبغي ان يكون. عبد الجبار الجريري صحفي كنت معنا من حضرموت، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من حضرموت الصحفي عبد الجبار الجريري، وكان معي من الرياض مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودي سلمان عسكر، وكان معي من لندن المحلل السياسي محمد جميح. وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، والشكر هو موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة محمد عبد المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.